عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم غنقدم لكم وصفة ديال ثوم بودرة وبصل بودرة. للإشارة ممكن أن البصل البودرة نديروه سواء بالبصلة البيضاء ولا البصلة الحمراء ولا نديروهم بجوج. اللي هاد الوصفة سهلة واقتصادية. كنعرفوا أن الثوم والبصل البودرة كيتباعوا في المحلات التجارية، وحنا ممكن نصيبوهم بطريقه سهله وبسيطه في الدار وشي حاجه صنع منزلي. تابعوا معايا مقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. غناخذوا الثومه غننظفوها مزيان وغادي نقيوها وغادي نطحنوها في هاد الاله ولا الاله اليدويه ديال الهاشوار. الا اللي ما عندوش راه غادي يقطع بحال هكا رقيقه بحال هكا رقيقه، صافي ماشي مشكل. اللي ما عندوش الماكينه غنبداو على بركه الله. من بعد ما سرحناها بحال هكا غادي ناخذوها وغنخليوها اما في الشمس يا اما اللي ملي نخبزوا الخبز ولا شي حاجه نحطوها في الفران ونبقاو على هكا حتى تنشف لينا مزيان. هي اللي بغى يسرع المرحله في الفران، اللي ما مزروش عليها يحطها في الشمس حتى تنشف على خاطرها. ونفس الشيء بالنسبه للبصله، حتى هي غنديروا لها نفس الطريقه. غنقطعوها من بعد ما طحناها، دابا غادي نحطوها هنا حتى هي في البلاطو. نفرش عليه واحد السيرفيت وغادي نخلوها تنشف. الا طلقات لكم الماء بزاف غادي تصفيوها في الصفايه، غتصفيوها في الصفايه وغادي تحيدوا لها الماء ديالها وعاد تحطوها تنشف. حتى هي بنفس الطريقه غنحطوها هنا نخليوها تنشف شويه اذا كانت الشمس هي بحال نفس الطريقه ديال الثوم. اذا كانت الشمس غادي نخليوها على خاطرها، ما كانتش غادي ندخلوها الفران. فرشوا لها غير ورق الزبده وندخلوها الفران. هذه هي الثومه والبصله من بعد ما نشفوا مزيان. جففتهم انا غير في الفران حيت كان الجو ماشي هو هذاك. استغرقوا لي يومين ملي كنطيب الخبز كندخلو كنا ندير ورق الزبده في الطاوه وكندخلهم على ماشي نخلي النار مجهده حتى كنسد على الخبز وكندخلهم ينشفوا. ها هما دابا سمعوا التقرميشه ديالهم كيدل على انهم ناشفين. الا بقاو فيهم الماء راه ملي غادي نطحنوهم وغيبقاو في القرعه غادي يتحجروا لينا وغادي يغملوا. دابا هما ها هما ناشفين مزيان، يعني الوصفه غتنجح معنا ان شاء الله. نبداو بالبصله. غنطحنوها مزيان. ملي غنطحنوها مزيان غادي نغربلوها في هاد الصفايه بحال هكا ونعاودو نطحنو هذاك الشيء اللي بقى فيها ما مطحونش مزيان. ها البصله دابا طحناها ها هي. دابا غندوزو نطحنو الثومه بنفس الطريقه. غادي نطحنو دابا الثومه بنفس الطريقه غنطحنوها حتى هي. الا كان باقي فيها شي حاجه اللي باقا غليظه غادي نغربلوها. الا طحنات مزيان كانت الاله مزيانه راه غطحنها من الاول ما تحتاجيش تغربليها. من بعد ما طحناها دابا هي مطحونه مزيان ما غاديش نحتاج باش نغربلها. ها هي الثومه من بعد ما طحنات كتجي على هذا الشكل. هذه هي النتيجه النهائيه ديال الوصفه ديال اليوم. ها الثومه هي هذه بودره وهذه البصله ناجحه. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها.
الا جربتوها خليوا لي تعاليق زوينه مشجعه. كنشكركم بزاف. الى وصفه قادمه ان شاء الله.